فتكون انا صدمه صدمه كبيره انك ما تلعبش مباراه ديال الديربي، فهذا هنا غتزيد نتحكر. خصوصا انا كما قلت لك انا يطبقوا القانون، داروا قانون ديال ترجع الفيديو، رجع الفيديو عرفتي ما كانش ضربه جزاء ارجع اللعب. كيف ما تطبق على واحد اخر طبقوا علينا، ولا حيدوا على كل شيء، حيدوا على كل شيء وماشي مشكل. ما في هذا الشيء اللي